السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نداء عاجل واستغاثة وردت من أهلنا في قطاع غزة. نريد تعميم هذا المقطع على الجميع، نريد تعميم هذا المقطع على كل وسائل التواصل. نريد أن توصلوا هذا النداء إلى كل المؤسسات الدولية والإنسانية، إلى كل الحكومات، إلى كل فرد في هذه الأمة التي تقول أنها لا تزال أمة حية. ما يحدث الآن يا إخواني في غزة، هناك عمليات اعتقال وعمليات إعدام ميداني غير الشهداء الذين يموتون في القصف. الآن هناك شباب تم اعتقالهم من الأماكن التي يقال أنها أماكن آمنة من قبل القوات الخاصة والقوات الإسرائيلية. أحد الشباب تم وضع قنبلة يدوية في فمه ثم تفجيرها. هنالك أسرى يقوم الجيش الإسرائيلي بوضعهم تحت مجنزرات الدبابات وفرمهم. هناك عائلات كاملة الآن يقوم الجيش الإسرائيلي بتجميعها ثم إعدامهم إعدام ميداني. هناك جرائم حرب ترتكب الآن في قطاع غزة. ألم يكفيكم أنهم قتلوا المرضى في العناية المركزة؟ ألم يكفيكم أنهم قتلوا الأطفال بقطع الوقود عن المستشفيات؟ ما زلتم تقولوا الشعوب مغلوبة على أمرها يا أخي؟ ما زلتم تقولوا الشعوب مغلوبة على أمرها؟ إلى متى؟ إلى متى تقول الشعوب مغلوبة على أمرها؟ إذا كانت حكوماتكم خائنة وعميلة فقوموا على هذه الحكومات. أين هم العلماء؟ أين هم العلماء والدعاء؟ أين الدعوة إلى أين من ينادون بطاعة ولي الأمر؟